نامت وهي متلففة بجلبابها. وحينما أصبح الناس كان هنالك صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه صفوان بن المعطل، صحابي جليل من أوائل من أسلم وهو من أهل المدينة. صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه كان مستأذنا للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يبقى آخر الجيش، وقد جاءت روايات عديدة عند أهل السير تفيد بأنه كان ينظر ما يسقط عن الجيش، لأنه يبقى يصلي كما جاء في الرواية، حينما يذهب الناس ويشتغلون بالذهاب يبقى مشتغلا بالصلاة، فذلك الوقت وقت صلاة ومناجاة، لأنه وقت السحر فيشتغل بصلاته ومناجاته لله. وحينما يصبح الناس، أي حينما يستطيع أن يميز ما أمامه، يتتبع الجيش حتى يرى ما يسقط عن الجيش وما يخلفونه دون أن يشعروا به. فالرجل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة، وقد زكاه نبينا صلى الله عليه وسلم وقال بأنه ما كان يعلم عنه إلا خيرا. وهذا الاسم يشتبه باسم صحابي آخر، هو بالاسم نفسه صفوان بن المعطل، إلا أن ذلك الصحابي جاء في رواية من الروايات أنه جاءت امرأته تشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان لا يستيقظ حتى تشرق الشمس، وبأنه حينما تصوم امرأته كان يأتيها وينقض صيامها، فاشتكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله إن قوم يغلبنا، أي أنه وأهله كان يغلبهم النوم حتى تشرق الشمس، وقال له بأن زوجه تصوم دون إذنه وهو لا يصبر عنها، لذلك كان هذا الرجل يأتيها، إلا أن هذا الرجل ليس هو صفوان بن المعطل إن قلنا بصحة هذه الرواية، وإلا فإن هناك من أهل العلم من يحكم عليها بالنكارة، إذ كيف يليق بمسلم أن ينام حتى تشرق عليه الشمس ورسول الإسلام يقره على ذاك، فحكموا عليها بالنكارة في متنها.